يتجاوز عمره 20 سنة يبدأ يفكر في أهم 3 أشياء في حياته. ستاندر معروف عند الناس. وش يبي؟ يبي وظيفة كويسة، بعدين يشتري سيارة كويسة، بعدين يخطب البنت اللي يبيها، بعدين يبدأ يعيش حياته، صح ولا لا؟ بعدين البيت والبزنس وذا لما يتجاوز 40. يا جماعة أنا حققت هذه 3 أشياء، تخرجت من الثانوية العامة ودخلت الكلية اللي أبغاها وتخرجت ضابط في هذا الوطن. بعدين حققت أول أمنية لأي شاب يحلم فيها، أنه يحصل على وظيفة اللي يبيها. بعدين اشتريت السيارة اللي يبيها. بعدين رحت لأمي قلت لي: أمه تعرفين فلانة؟ قالت ايه. تكفين يا أمه. ورحت أمي خطبت لي فلانة. وبعد ما كملت هذه الأشياء الجميلة اللي يتعب عليها أي واحد، وحان الوقت اللي أعيش في حياتي وأستمتع فيها، بعد آخر حدث من الأحداث هذه الجميلة اللي كملتها بفترة لا تتجاوز أسبوع واحد، أسبوع واحد، كان تاريخ 14 فبراير 2006، الساعة 5:36 المغرب، صار علي حادث. صار علي حادث صحيت منه بعد 6 أيام وقاعدين يعطوني لستة المفقودات في حياتي. فقدت وظيفتي لأنه صار عندي إعاقة، فقدت سيارتي، فقدت خطيبتي، فقدت سعادتي، فقدت ابتسامتي، فقدت صحتي، فقدت طموحي، فقدت كل شيء. صرت إنسان ما يشبه الشخص اللي قبل الحادث إلا باسمه، فقط اسمي. مرت علي أسوأ مراحل الحياة النفسية، أسوأ مراحل الحياة النفسية. واللي عندهم علم في أو خبرة في علم النفس يعرف إيش يعني مراحل البكاء الأربعة. المرحلة الأولى مرحلة البكاء بدموع وبصوت وبملامح، هذه اللي كلنا نبكيها، هذه بكيتها. تجاوزت إلى المرحلة اللي بعدها أني أبكي بصوت بس دموعي جفت. وصلت للمرحلة الثالثة أني أبكي بدون صوت وبدون دموع بس ملامحي ملامح واحد يبكي. بعدين المرحلة الأخيرة اللي بعدها يروحون الناس ينتحرون، المرحلة اللي يبكي بدون صوت وبدون ملامح وبدون دموع. وهذه مرحلة متعبة لأن الناس ما يدرون أنك تبكي، والناس يجون وش يقولون؟ وش يقولون؟ ما فيك إلا العافية، بسم الله عليك. وشلون أثبت لكم أنه أنا ما فيني عافية؟ متكسر 11 كسر في جسمي، فاقد كل هذه الأشياء، وتقولون لي ما فيك إلا أنا. وشلون أثبت لك الحين أنه أنا ما فيني عافية؟ ليش تدخل علي تبتسم وتضحك كذا وتقول لي يا ابن الحلال والله سمعت عنك انه صار لك حادث، توقعت اسوأ من كذا. وش اسوأ من كذا؟ انت وش تبي؟ تبي اموت عشان اوريك اثبت لك اني انا تعبان؟ مريت يا جماعه في اسوأ مراحل ممكن يمر فيها الانسان في حياته. الكثير حاول يغير فيني، الكثير حاول انه يساعدني، وشكرا جزيلا لهم قد ما سووا معي، لكن ما في احد كان قادر انه يلمس الجانب اللي انا ابيه. وفي يوم من الايام دخل علي شخص اسمه عيسى. عيسى شخص من المرضى الموجودين في القسم، وكان مصاب قبلي وأقدم مني، كان قبل إصابتي ب3 سنوات. فدخل علي هذا الشخص، لا سلم ولا تكلم، سمع أنه محمد الشريف حالته النفسية تعبانة وأنه يبكي وحزين ويطرد الناس من الغرفة، فقال خلوه علي أنا أوريكم فيه. فدخل وكان يمشي على العكاز إلين وصل عندي على السرير، وصار يقول لي: تبكي؟ الرجال ما يبكي، هذا مو المفيد. بعدين قال لي: يا محمد أنا دخل علي الدكتور قبل 4 سنوات وتو حادثي صاير لي وعندي إعاقة كاملة وطايح على سرير، ويقول لي الدكتور في أحد من أهلك هنا؟ قلت له: ليش يا دكتور؟ قال: نعلمه شلون يأكلك ويشربك ويقضي حاجتك. قلت له: ليش أنا يا دكتور؟ قال: لا أنت هذه حالتك لين تموت، ما راح تتحرك ولا راح توقف. وشوف الحين، شوف كيف أوقف وشوف كيف أمشي، وكلام الدكتور كان كلام. والله يا جماعة إن في هذه الحالة إني تحولت إلى طفل يضحك مع يبكي في نفس الوقت. أول ابتسامة دخلت عيسى كانت بعد حادثي بسنتين تقريبا، وجهي طول السنتين طايح. يوم جيت أبغى أبتسم، يا
يا جماعة عضلات وجهي تتقطع، ما أنا قادر أبتسم، طايحة تحت. أحاول أبتسم بكل قوة لحد ما طلعت الابتسامة، راح تركني وراح عيسى، تركني وراح في حالة مختلفة تماما. رجعت محمد اللي قبل الحادث، الضابط القوي اللي عنده طموح، اللي يبغى يسوي شيء لنفسه. طلعت أول شيء من المستشفى، بدأت أتمرن، بدأت أتعالج، بدأت صح أني ما قاعد أشوف هذاك التحسن، لكن الحالة النفسية كويسة. أبغى أسلك أي مسلك، أثبت للناس أنه محمد موجود، فقد شيء بس ورح يواصل مسيرة نجاحه، مسيرة قوته، مسيرة إلهامه للناس بفضل الله سبحانه وتعالى. بفضل الله واللي أجزم عليه أن الله حقق لي إنجازات لم تكن ممكن تصير لولا هذه الإصابة. في عام 2007 توظفت في مدينة سلطان للخدمات الإنسانية، وما هو أي موظف، المسمى الوظيفي حقي عيسى للمرضى اللي عندي. في عام 2008 أنشأت برنامج مهارات استخدام الكرسي المتحرك، البرنامج الجديد من نوعه. الكرسي صنعوه لنا الأجانب عشان يمشي في ممرات كويسة، طلعناه الدرج، نزلناه الدرج، طلعناه الجبل، رحنا طعسنا فيه، سوينا فيه كل شيء. صار الشخص اللي يجلس على كرسي متحرك يستخدمه زي ما يستخدم الشخص السليم رجلينا. في عام 2009 كرمت من الأمير سلطان رحمة الله عليه، لأنه شاف الإنجازات اللي قاعدة تصير في المرضى اللي كانوا يتعالجون عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الشيء اللي أنا قاعد أسويه معهم، وهذا شغلي وما لي فضل فيه. في عام 2010 حصلت على لقب أو على جائزة أفضل ممثل مسرحي خليجي في مشاركة أمثل فيها السعودية في قطر في إحدى المسرحيات. في عام 2011 كنت أول شخص في الشرق الأوسط جالس على كرسي متحرك يحصل على رخصة الطيران، أنا طيار. في عام 2012 امتلكت دراجة نارية رحالة، صرت أسافر، سافرت كل دول الخليج وأحياناً بعض الرحلات لوحدي بالكرسي طبعاً. في عام 2013 حصلت على اعتماد التدريب من البورد الكندي في كندا، وصرت مدرب دولي معتمد في الإلهام والتحفيز وتطوير الذات. في عام 2014 في أمريكا أنشأت في مستشفى مايو كلينك في أمريكا برنامج لمهارات استخدام الكرسي المتحرك، ودربت أكثر من 100 شخص أمريكي جالس على كرسي متحرك. في عام 2015 وكان بفضل الله سبحانه وتعالى يمكن اللي تحدثت عنه المقدمة الرائعة قبل شوي اللي هي جائزة الإصرار، فحصلت على لقب الشخص الأكثر إصراراً في المملكة العربية السعودية من بين أكثر من 11,000 منافس. وفي عام 2016 طبعاً الآن بدأت أعمل في المبادرة اللي أنا أجمع فيها كل الأشخاص اللي عندهم معاناة في حياتهم، فبدال ما يكون عندنا عيسى واحد يكون عندنا 1,000 عيسى يلهم الناس. وفي عام 2017 أنا الآن أقف أمامكم بفضل الله سبحانه وتعالى. تحسنت كثير، مواصل علاجي وتماريني إلى الآن. وآخر شيء أقوله، يمكن هذه الجزئية تخص أخواتنا النساء، خطيبتي قبل الحادث هي أم عيالي الآن بفضل الله سبحانه وتعالى.